كيف سيساهم هذا النظام الأساسي الجديد في تجاوز اختلالات المدرسة العمومية؟ المدرسة العمومية هي أولاً تعيش يعني اختلالات تراكمية، وهذه الاختلالات التراكمية يعني يستحيل أن نعالجها بمجرد فقط وجودي أو إخراجي أو إقراري نظام أساسي، بل ينبغي التدخل من عدة مناحي، وأولى هذه المناحي هو أن يتم أن يشعر منفذ المنظومة الذين يكونون في الواجهة التماس، الذين هم رجال نساء ورجال التعليم، أن يشعرون بنوع من الاطمئنان، وأن في حياتهم الاجتماعية، الاقتصادية، المالية، النفسية، آنذاك يمكن أن تكون هناك مردودية تعود بالنفع أولاً وأخيراً على أطفال هذا يعني المملكة الحبيبة.